ايها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم ثائر الصالح، عارض لك لنادي الوحدات وعشاق نادي الوحدات. هاي الخسارة من نادي السد، يعني بصراحة خلينا نكون واضحين وصريحين. سلطان أحمدي الوحدات بيلعب من غير مدرب، الوحدات ما في شخصية، خاصة الشوط الثاني شفنا الوحدات بصراحة سيء. شوط مدربين اثبت انه احنا عندنا مدرب لا يصلح يدرب نادي شباب قفقفة. طالما رائد عساف مدرب لنادي الوحدات انا غاسل ايدي من نادي الوحدات، خلاص انسى انسى انسى. غسل ايدك هيك، جيب صابون وجيب سائل جلي وجيب ديتول وغسل ايدك من نادي الوحدات. لا اداء، لا نتيجه، لا اسلوب، لا تفكير، لا تكتيك، ما في شيء عن نادي الوحدات، ما في شيء عن نادي الوحدات. الشوط الاول يجي يقول لي الوحدات تقدم 2-1، الوحدات تقدم، مش لان الوحدات في عنده تكتيك واسلوب. الوحدات تقدم اول شيء بقتاليه لاعبينه، ثاني شيء بسوء نادي السد، مش بذكاء نادي الوحدات، مش بذكاء اسلوب المدرب، مش بذكاء تكتيك المدرب، مو بذكاء المدرب. المدرب ما له علاقه بالتكتيك، المدرب ما له علاقه بالاسلوب، المدرب ما له علاقه باي شيء اسمه تدريب. مدرب جبان، مدرب مش عارف يلعب، مدرب مش عارف يلعب. السد بأسوأ أحواله، السد والله العظيم بأسوأ أحواله يا عالم، أسوأ أحواله هو نادي السد. أنت قادر تغلب السد، مش هالبعبع الكبير يعني، مش هالبعبع اللي عاملين له احترام. الدوري القطري ترى مستواه زي الدوري الأردني، ما في فرق قوية، ما في. السد اللي بتشوفوه بفوز 5 و6 و7 و8 من الدوري القطري لأنه فيش منافسين. شفناه مع الفيصلي السعودي، والفيصلي السعودي مستواه زي مستواك أنت يا نادي الوحدات. شفناه مع نشاف، والوحدات مستواه زي مستوى شاب بالرغم من الخساره. ولكن الوحدات الشوط الثاني اليوم شوط المدربين اثبت انه ما عنده اي مدرب، ما عنده اي اسلوب، ما عنده اي تكتيك. بصراحه الواحد بيحكي من قهر، الواحد بيحكي من زعل، الواحد بيحكي من حرقه دم على نادي الوحدات. ما يزعلوا مني الوحدات على اسلوبي اني معصب شوي، ولكن خلينا نكون على بساطة احمدي يا جماعه. ما نقعد نزوق ببعض، ما نقعد نمسح جوخ لبعض. الوحدات سيء اليوم، الوحدات سيء الشوط الثاني، ما في اي شيء يقدمه الوحدات. يعني اللي يتكلم عن الشوط الاول، الشوط الاول كان ممتاز لنادي الوحدات، في انضباط تكتيكي، في انضباط دفاعي، في وسط متميز، في هجوم بيضغط على دفاع نادي السد. لو نيجي نتكلم عن الدفاع كان عارف انه يتعامل مع هجوم نادي السد بشكل كثير ممتاز. طارق خطاب وخير الله كانوا قادرين انهم يحدوا من خطوره كازولا واندري ايو واكرم عفيف. ما شفنا اي خطوره لنادي السد في الشوط الاول باستثناء ركله الجزاء، بس كنا عارفين نتعامل مع نادي السد، ما شفنا خطوره لنادي السد. بالنسبه لوسط نادي الوحدات كان متميز بعمليه التحولات من الدفاع للهجوم، شفنا دور احمد ثائر بشكل كتير ممتاز بعمليه نقل الكره بسرعه للهجوم. شفنا نادي الوحدات قادر انه يضبط الايقاع في خط الوسط، انه يحد من خطوره لاعيبه نادي السد، خاصه انه لاعيبه نادي السد بخط الوسط كبار بالسن، وبالتالي بطء نادي السد بخط الوسط ساعد لاعيبه نادي الوحدات على انهم يمتلكوا زمام المباراه وزمام المبادره بالشوط الاول. يعني شفنا الوحدات كان قادر انه يعمل شيء قدام السد في الشوط الاول. هجوم كان محمد انس اليوم متميز مع منذر ابو عماره والعوضات انهم يضغطوا على دفاع نادي السد، وبالتالي تكونت خطوره. بالنسبه لنادي السد الشوط الاول كان سيء من كل النواحي، دفاعيا ووسط وهجوم. دفاعيا ما كان عارف انه يتعامل مع الكرات العرضيه اللي موجوده عند نادي الوحدات، فشفنا هدفين نادي الوحدات من كرات عرضيه من ارتباك لدفاع نادي السد. شفنا الهدف الاول من احمد سمير ارتدت الكره من دفاع نادي السد واحرزها، شفنا الهدف الثاني ارتدت كمان من محمد انس واحرز الهدف الثاني. هذا الشيء اللي اثبت عليه نادي الوحدات. ولكن انتهى الشوط الاول بتقدم نادي الوحدات 2-1. الشوط الثاني كان المفترض رائد عساف انه يلعب على هاي النتيجه، يعزز بالهجوم بالهدف الثالث، خاصه ان الوحدات ممتلك زمام المبادره، خاصه ان الوحدات انهى الشوط الاول بطريقه ممتازه، بطريقه قادر انك كمان كنت تحرز الهدف الثالث، خاصه انه لاعيبه نادي السد داخل مرتبكه بدايه الشوط الثاني. فانت اكبر غلط عملته يا رائد عساف احمد. ها اوكي احمد ثائر طلع فوت فادي عوض ما في مشكله، ولكن التراجع المبالغ فيه اللي عند نادي الوحدات في الشوط الثاني كان غير مبرر. اعطى الفرصه لهجوم نادي السد ولوسط نادي السد انه يمتلك زمام المباراه، وبالتالي شفنا اهداف التعادل والثاني والثالث والرابع لنادي السد كلهم من نفس الاخطاء. الهدف الثاني تسديده سانتي كازولا، الهدف الثالث ارتدت من سانتي كازولا ودخلت في الجول، والهدف الرابع نفس الاداء نفس الاخطاء. بالتالي كان لازم تعالج. انت شفت وضعك مو مظبوط، بطلع وسط فوت مهاجم عشان ابدا اجازف مره ثانيه. انت خسرت ولسه قاعد تلعب لي باسلوبك الممل واسلوب الوسط واسلوب الدفاع المتاخر. يعني شوط مدربين افتقد للمدرب بصراحه. نادي الوحدات بالشوط الثاني كان سيء على كل النواحي وبيستحق الخساره. الوحدات بيستحق الخساره بالشوط الثاني لانه الاداء ما كان ممتاز، عكس نادي السد اللي قدر انه يمتلك زمام المبادره بالشوط الثاني، قدر انه يخلق فرص ويحرز اهداف ويفوز. والف مبروك لنادي السد وهارد لك لنادي الوحدات. يعني للاسف الوحدات تقريبا خرج من بطوله دوري ابطال اسيا. بنتمنى بمرحله الاياب يكون الوحدات مستواه افضل من هيك، ويعطيكم العافيه. ولا تبخلوا علي بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات وتضغطوا لايك للفيديو. سلام.